السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. هنا واحد العشاء خفيف ظريف. اش فيه؟ فيه دوك لي اوت كويس، يعني الفوق ديال الفخذ ديال الدجاج، ماشي الركيبات الفوق. دوك غسلتهم بالملح والحامض، ومن بعد كنجيبهم نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه التحميره، ونص معلقه البزار، ومعلقه ديال الثومه والملح، ومعلقه صغيره ديال الموتارد، معلقه صغيره ديال العسل، ومعلقه صغيره ديال زيت الزيتون، زيت العود، شويه القزبر معدنوس، وهنا نزيدو عليهم واحد معلقه كبيره ديال السوجه. نخلطو كلشي مزيان ونغطيهم ونخليهم يتسناو واحد نص ساعه. فوالا، من بعد نص ساعه تتكمل، تنديرهم في الاير فراير، تندير جوج لتحت والشبيكه وجوج فوق منهم. خليتهم بديك الجلده ديال الدجاج لان كيتحرق، كتجي زوينه محروقه. من بعد كناخذ هنا لي شاطين، يعني هادو كيشبهوا البلوط شويه، وكناخذ ديك لاصوص اللي بقات ليا ديال الدجاج، كنكبها فوق منهم، تنديهم ونجيبهم، تزيد عليهم شويه ديال لاكريم ليكيد وشويه ديال الحامض، وتنخليهم تيطيبوا حتى كينشفوا شويه، تيتعلقوا من داك الشيء الرفيع، وها هما بالصحه والراحه. شوفوا الدجاج راه محروق من الفوق، ولكن من الداخل راه على مزويناتو. ميرسي.